امثله كتيره من اللعيبه يعني. مثلا اقرب واحد مثلا محمد شريف يعني مثلا محمد شريف لما بدايته معانا السنه دي ما كانتش برضو في الشكل المرضي ليه زي دلوقتي يعني. اتكلمت معاه طبعا واتكلمت مع الراجل لان الراجل برضو في الاول ما كانش عارفه يعني. احنا هنيجي للراجل، ولكن انت قلت لايه للشريف يعني حاجه زي دي؟ محمد شريف وجاي من ام بي وبيجيب جون وبعدين يقعد ويجيب جون وبعدين يقعد ويجيب جون وبعدين يقعد، ما انت عارف احساس اللعيب بيبقى عامل ازاي. طبعا قلت له طبعا ان اول واحد قرر ان هو يجيبك هو موسيماني، اوكي، فعنده ثقه كبيره جدا فيها. دي كانت نقطه فاصله جدا يعني. انت عارف اللعيب في الوقت ده اول تفكير ليه ان الراجل ما بيحبنيش. طبعا فاول ما اتكلمت معاه كلمته في النقطه دي، راجل بيثق فيك جدا، بحبك جدا، الراجل مقتنع بامكانياتك وبقدراتك، لكن في نقطه لازم تقدر لو حسنتها هتبقى افضل. الراجل بيحب مثلا تحركات معينه، بيحب كذا، حاول تحسن الحاجات ديت فيها، ممكن نشتغل عليها كويس. ممكن ناس كتيره جدا يعني كانت بتتكلم في النواقص مثلا اللي عند شريف مثلا من ناحيه الهيدرز والكلام دوت. يمكن احنا من فتره كبيره جدا جدا يعني اشتغلت مع حاجات فرديه بيها فعلا. فعلا لانه يعني الجامب الاخير اللي عمله ده يعني في ناس القرنيه طبعا ما فيش مقارنه يعني ما بينه وما بين كريستيانو رونالدو انت فاهم، بس انا بتكلم على الجامب نفسه. لا هو من الناس اللي عندها شغف كبير جدا لو يحسن نفسه ويطور نفسه ويروح لمكانه افضل يعني. يمكن عشان كده ربنا دايما بيكافئ اللي بيقدر يجتهد وبيتعب وبيخلص. فهو من اللعيبه اللي اشتغلت على نفسها كتير. اشتغلت معاه فردي يا كابتن؟ طبعا من خلال برضه على الجامب. من جامب وازاي الفينشنج برضه نفس القصه. زيه زي مثلا ديانج بقى لنا فتره كبيره برضو شغالين على حاجات تصويب مثلا. ففي حاجات كده طبعا كواليس الناس ما تبقاش عارفاها، لكن طبعًا هي حضرتك عارف هي دي التفاصيل اللي بتقدر تنقل اللعيب من ليفل تاني خالص يعني.